بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هناخد lesson 10 middle 1 تمام algebra solving equations and inequalities of the first degree in one variable in R. احنا كنا خدنا السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها ال equations دي بتبقى عبارة في ال one variable بتبقى عبارة عن ال variable اللي هو x او y او a او b او اي variable او اي letter معمول ممكن يبقى times حاجة ممكن يبقى plus or minus حاجة ممكن يبقى divided by حاجة و equal حاجة تانية زي ايه زي 2x minus 5 equal 3 دي كانت طبعا في السوليوشن سيت بتاعها كان بيبقى في الكيو او اللي هي الريشنال نمبر تمام او ان زد اللي هي الانتجر نمبر فكنا بنعمل ايه اهم حاجه في الايكويشن ان انا اخلي الفاريبل بتاعي والفاريبل ده باور 1 عشان كده هو فيرست ديجري زي ما خدنا قبل كده في الديجري اوف الجبريك اكسبريشن او الجبريك تيرمز فانا بعمل ايه انا اهم حاجه عندي ان انا اخلي الاكس ده او الفاريبل ده مهما كان اسمه مش جنبه اي حاجه خالص فاعمل ايه لو اول حاجه بعملها بشوف اذا كان معمول له ادينج او سبتراكتنج لحاجه فمثلا هنا ماينس 5 الماينس 5 دي او النيجاتيف 5 دي علشان اضيعها هعمل لها اد للاديتيف انفرس بتاعها عشان تديني زيرو بس مش هعمل لها اد هنا بس لا ده انا هعمل في البوث سايدز اللي هو رايت سايد من الايكوال ساين وليفت سايد من الايكوال ساين يعني هقول ايه هقول اد 5 طبعا الاديتيف انفرس بتاع الرقم هو نفس الرقم بس بالاشاره او ساين مختلف لو هي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف لو هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف اد 5 تو بوث سايدز فهتبقى هنا 2x minus 5 plus 5 equal 3 plus 5 ال 5 مع ال negative 5 راحوا الاثنين equal 0 اي حاجة plus 0 هي هي نفس الحاجة فال 2x هتنزل زي ما هي هتبقى equal 8 طيب انا عندي هنا ال x معمولة times 2 عشان اضيع times 2 دي لازم اعمل لها multiply او times بالmultiplicative inverse بتاعها يعني multiplicative inverse يعني المعكوس بتاعها او المقلوب بتاعها ال 2 دي عبارة عن 2 over 1 يبقى المالتبليكيتيف انفرس بتاعها ايه 1 over 2 بحول multiply by 1 over a 2 both sides ف 2 multiply 1 over 2 x equal 8 multiply 1 over 2 ال 1 over 2 مع ال 2 المالتبليكيتيف انفرسز مع بعض بيديني 1 هتبقى 1 times x هتبقى هي x نفسها و 8 times 1 over 2 يعني 8 divided by 2 اللي هي فيها 4 فالسوليوشن سيت عندي هنا هتبقى equal a equal 4 ده rational بقى integer تمام عندي هنا الدرس ده على او الليسون ده على الايكويشن بس السوليوشن سيت بتاعتها هتبقى in a in r يعني هنا ممكن يبقى integer ممكن يبقى rational ممكن يبقى irrational ممكن يبقى اي حاجة نيجي نشوف كده لما اقول اول example find in R the solution set of square root of 3 x دخلت بقى في الريشو في الreal numbers minus 1 equal 2 هنا هعمل ايه اول حاجه اشوف الاد او الماينس البلس او الماينس هنا بالنيجاتيف يبقى هعمل اد بالبوزيتيف اد 1 تو بوث سايدز هيبقى سكوير روت اوف 3 اكس ماينس 1 بلس 1 ايكوال 2 بلس a بلس 1 دي راحت مع دي 0 هتبقى سكوير روت اوف 3 اكس ايكوال a ايكوال 3 هاجي اعمل بقى هنا في تايمز دي square root of 3 over 1 تمام هروح عاملة multiply by 1 over square root of 3 both sides هيبقى هتضيع الاكس هيبقى الاكس
equal 3 over square root of 3. عشان نضيع square root of 3 وخلي ال denominator تحت integer, هروح أعمل times square root of 3 over square root of 3, اللي هي هتديني 3 square root of 3 over 3, اللي هي square root of 3 multiply square root of 3, اللي square بيضيع ال square root بيضيع ال square root بعده, وهتبقى تفضل لي ال 3 اللي تحت. 3 divided by 3 هيديني في الاخر square root of a of 3. فيبقى solution set عندي هنا equal, افتح كده الست واعمل square root of a of 3. بعد كده بيقول لي represented, تمام, solution set دي represented on number line. انا هجيب كده number line اهو, ادي 0 تمام, وادي 1, ادي 2 تمام, ادي ايه, ادي 3. فاكرين لما كنا بنعمل ايه, كنا بنطلع هنا ال 3 دي square root of 3, كنا بنقول 3 minus 1 over 2 هيديني 2 over 2 اللي هي 1, و 3 plus 1 over 2 هيديني 4 over 2 اللي هي كام, اللي هي 2. خلاص باجي عند الزيرو واعمل distance equal 1 اللي هو الصغير تمام, وافتح الكمبس على distance بمقام 2 تمام, واجي اعمل بالكمبس arc يقطع النمبر لاين بتاعي هنا في ايه, في point. البوينت دي اللي هي representing ايه, اللي هي representing the square root of a of 3. يبقى هنا البوينت دي اللي هي square root of a of 3, اللي هي solution set بتاع الايكويشن اللي انا حليتها تمام. هاجي هنا اشوف اكزامبل تاني. عندي هنا 7x تمام minus square root of 7 نظبط بس الريزوليوشن بتاع الفيديو. seven x minus square root of 7 equal 6 square root of 7. هاجي هنا اشوف اول حاجة الماينس او البلس, هعمل add positive square root of 7 to both sides, هيبقى 7 x طبعا يضيعوا بعض equal 6 square root of 7 plus square root of 7, دي كأنها 1 times تمام. 6 plus 1 هيبقى 7x equal 7 square root of 7, بجمع دول عمل adding ليهم والsquare root of 7 بيفضل زي ما هو. بعد كده الx معمولة times 7 اللي هي عبارة عن 7 over 1, فهعمل multiply by 1 over 7 both a both sides, فال7 حطير يتفضل لنا الx equal 7 square root of 7 divided by 7 تمام. 7 هضيع مع 7, 7 divided by 7 equal 1, هيتفضل لي square root of 7 اللي هي الx. therefore the solution set بتاعتي equal square root of a of 7. عايز اعمل لها representing على number line, حاجة اقول كده الx بتاعتي equal 7 minus 1 over 2 هيديني 6 over 2 اللي هي 3, وفي ال y اللي هي ال distance اللي انا برسمها 7 plus 1 over 2 اللي هي 8 over 2 اللي هي كام, اللي هي ال 4. اروح جاية رسمها ال number line بتاعي, اوكي okay. ادي 0, ادي 1, ادي 2, ادي 3, ادي 4. هاجي من ال 0 وارسم distance equal 3, وافتح وقف هنا وافتح ال compass بتاعي على distance equal 4,
واعمل ايه؟ اروح قطع الايه النمبر لاين بارك في بوينت واعمل جوينينج كده. دي كده اللي هي 4 تمام، ودي كده اللي هتبقى سكوير روت اوف ايه اوف 7، والبوينت دي اللي هي ريبريزنتنج سكوير روت اوف ايه اوف 7 تمام. دي كده الايه الايكويشن والريبريزنتنج بتاع الايكويشن على النمبر لاين. طيب الانيكواليتي نيجي نشوفها، هي نفس الايكويشن مع اختلاف ان هي السوليوشن سيت مش بتبقى نمبر واحد او حاجه واحده بس element واحد، لا هي بتبقى يعني infinite number of elements السيت دي. زي ايه؟ زي مثلا هاجي اقول عندي الانيكواليتي 2x plus 6 sorry less than 2، يبقى 2x plus 6 less than 2 هي نفس الحكاية. حاجة اشوف الx فيه add، يبقى هعمل add negative 6 both sides. ال 6 positive هتضيع ال 6 negative، هيتفضل لي 2x less than 2 minus 6، فهيبقى ال 2x less than 2 minus 6 اللي هي negative 4. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل multiply دي ال 2 over 1 multiply by 1 over 2 both sides، فيبقى عندي هنا ال 2 هتضيع ال 1 over 2 multiplicative inverse، هتفضل لي x less than negative 4 over 2 يعني ال x less than negative 2 less than negative 2. لما اجي اعمل لها السوليوشن سيت بقى بتاعتي تمام، هقول السوليوشن سيت هنا بقى مش هتبقى سيت، هتبقى عبارة عن interval. فالاكس عندي هيبقى x less than negative 2 يعني كل ال numbers اللي هي less than negative 2 اللي هي من negative 2 وطالع لحد negative infinity. فالانترفال طبعا في النيجاتيف انفينيتي بتبقى اوبند، وهنا عندي less than من غير الايكوال فهتبقى النيجاتيف 2 برضو ايه اوبند. طب اعمل لها ريبريزنتنج ازاي على النمبر لاين دي؟ دي ادي 0 دي نيجاتيف 1 دي نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 اوبند يبقى هتبقى هول كده ولحد ايه، واعمل اللاين كده لحد النيجاتيف ايه انفينيتي، ودي طبعا البوزيتيف ايه انفينيتي، هنا opened مش closed تمام. يبقى دي السوليوشن سيت بتاعتي اللي هي الانترفل النيجاتيف انفينيتي للنيجاتيف 2 بس بالانترفل مش بالسيتس. طيب ناخد اكزامبل تاني مهم، عندي find the solution set x minus 2 تمام greater than or equal 3x minus 5. لا ده انا عندي هنا الاكس ما شاء الله في الناحيتين خلاص. طيب انا هاخد واحده منهم اوكي، واقول ايه ان الاكس هنا عليها نيجاتيف جنبها نيجاتيف 2، هعمل add 2 both sides، فهيبقى x greater than or equal 3x minus 5 لان ال 2 هتضيع ال negative 2 هتبقى negative 2، فهيبقى ال x greater than or equal 3x a هنا negative 5 negative 2 يعني negative 7. فبقى عندي هنا الناحية دي بقى انا عايزة اضيع ال x من هنا واخليها كلها في ناحية واحدة، فعشان اضيعها من هنا يبقى هعمل ايه؟ هعمل add negative 3x تمام both sides to both sides، فهيبقى x negative 3x okay greater than or equal negative 7 لان ال 3x هتضيع ال negative 3x، فبقى x negative 3x negative 2x greater than or equal negative a negative 7 okay. طيب عايز اضيع ال negative 2، هعمل multiply both sides by a دي 2 over 1 negative 2 over 1 by negative 1 over 2. لما باجي اعمل multiply هنا في ال inequality inequality حالة ال inequality بس multiply by negative
فالساين بتاعت الجريتر ذان بتتعمل لها ريفرست، بتتغير. بدل ما بتبقى مثلا لو هي greater than هتبقى less than، لو هي less than هتبقى greater than. يعني باجي اعمل هنا طبعا دي ضيعتها بقت الاكس، الاكس هتبقى less than or equal negative 7 divided by negative a negative 2. تمام. إيه هو سوري معلش، هنا المفروض positive 2 فهنا هتبقى negative 3، دي هنا نيجاتيف 3، دي هنا نيجاتيف 3، دي هنا نيجاتيف 3 باي a باي 2. ف سوري معلش اللخبطه اللي حصلت، احنا نركز بقى، انا اتلخبطت انتوا تركزوا كويس تمام، وتركزوا كمان في الريفرسنج بتاع الساين بتاعه الجريتر ذان او الليس ذان. تمام، فعندي الاكس هنا هتبقى نيجاتيف 3، يبقى الاكس جريتر ذان سوري ليس ذان اور ايكوال 3 over 2 عشان النيجاتيف over نيجاتيف بيضيع بيضيع وبيبقى بوزيتيف. طيب يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هي اي رقم، اي نمبر real number equal less than or equal 3 over 2. يبقى 3 over 2 دي هتبقى closed، الانترفال من عندها هتبقى closed، وهي دي كبيرة يبقى هي اللي على الشمال سوري اللي على اليمين وهتبقى closed. طيب أصغر منها لحد فين؟ لحد النيجاتيف انفينيتي، والنيجاتيف انفينيتي بتبقى ايه؟ بتبقى up. طيب أنا عايزة أعملها على النمبر لاين، باجي هنا على النمبر لاين، ادي 0 ادي 1 ادي 2 تمام، دي كده البوينت 1 and half أو 3 over 2 تمام، لحد مين؟ لحد النيجاتيف ايه؟ نيجاتيف انفينيتي، وده كده الريبريزنتنج بتاعها على الايه؟ على النمبر لاين. ده كده كل الدرس بتاع الايكويشنز او الانيكواليتي. اهم حاجه في الانيكواليتي الايكويشن بيبقى سيت، سوليوشن سيت، بنعمل الريبريزنتنج بتاع اللاين ببوينت. اما الانيكواليتي بتبقى عباره عن انفينيت نمبرز اوف نمبرز، وبتبقى السوليوشن سيت عباره عن انترفال. لما بنيجي نعمل ملتبلاي برقم نيجاتيف الساين بتاعه الانيكواليتي بتتعمل لها ريفرس، لو هي جريتر ذان هتبقى ليس ذان، لو هي ليس ذان هتبقى جريتر ذان، وبنعمل لها ريبريزنتنج بالنمبر لاين زي ما كنا بنعمل الانترفال على النمبر لاين، بتبقى عباره عن بوينت يا اما كلوزد يا اما هولو تمام، وبتتعامل كأنها لاين معمولة. يا رب تكون الدرس فهمتوه.